وقعت الكليه الفنيه العسكريه بروتوكول تعاون مع جهاز حمايه المستهلك لتبادل الخبرات العلميه والعمليه واكد مدير الكليه الفنيه العسكريه اكد على اعتزاز الكليه بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين بما يمكن الدوله من تنميه الاقتصاد القومي على الاصعده كافه من جانبه اعرب رئيس جهاز حمايه المستهلك عن شكره وتقديره للقياده العامه للقوات المسلحه على ما تقدمه من جهود مضنيه لدعم اجهزه الدوله ومؤسساتها لتحقيق استراتيجيه التنميه المستدامه مشيرا الى الدور الحيوي للكليه الفنيه العسكريه في دعم وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي بما يعود بالنفع على مصر